سؤال واحد سرق مبلغ كبير جدا ولكن مش معاه فلوس، امال ودى المبلغ فين؟ وداه فين؟ ولا اكملنا فلوس حرام ام راحت بقلة البركة؟ بيقول على خايف من ربنا واعمل ايه، مش عارف اسدد. السداد على قد ما الواحد يقدر، بس عارفين سرق من مين وهيتسدد لمين؟ لواحدة الست اللي بعت السؤال. طب كويس ان الستات بيقرفوا يسرقوا مبلغ كبير ده، يعني رقي في اختصاص المرأة.